Что может? Игорь Муатан, Игорь Муатан. Алла Лайофуга! Аджули! بسم الله الرحمن الرحيم. صفوا! حياكم الله أيها الأخوة السادة الكرام. مقطع من جديد وآخر مقطع. فوق 200 ألف لايك وفوق 2,000,000 مشاهدة. وكالعادة 10 فيس كام معانا وصفقة كبيرة. جميع الحضور يستاهلون. حياكم الله أيها الأخوة السادة الكرام. عزيزي المشاهد، لازم والله إذا ما سويت هذا الشيء أنا قليل أدب. لازم أشكركم على كلامكم بآخر مقطع لعبة الرعب اللي نزلناها، كلامكم تحميسكم نتبون ننزل أشياء ثانية زي كذا. أشكركم عليه من أعماق قلبي. بطلع لكم بعض الكومنتات قدامكم، الله يسعدكم. ما أدرون قديش فرحتوني يا جماعة. وبرضو ما خلصت، نزلت لكم حقة إحصائية الناس المشتركة واللي غير مشتركة. الآن النسبة قامت تصير متساوية أو متقاربة، ما أدري التحديث يطول لكن أتوقع أنها بتنقلب. فإذا أنت ما أنت مشترك وتطلع لي وما أدري مين أنا، معاك شونج إكس بونك صاحب كود S6B أفضل كود بالعالم، أو أحمد. اشترك بقناتي ونورنا، ننزل كل شيء تبغاه في العالم. وبنسمي بالله اليوم معنا مود الشيطان الرجيم. عندكم يا المواطنين تحت على اليسار هيلث، صحيح؟ صحيح. نعم. وانا يا الامبوستر واللي يصير امبوستر عنده خصائص. اول شيء نتعرف مع بعض على الشيطان الرجيم. بسم الله. اصبروا. الشيطان عنده خصائص يا جماعه الخير. الخصائص هذه مره رهيبه، بنتعرف عليها مع بعض. اول شيء راكان كالعاده فار التجارب، تعال. اقدر احول يا جماعه الخير المواطن الى حيوانات، منها كلب. امدح. دقيقه. ركان دقيقة بالله يا عيال، ركان تكفى انبح. المواطن إذا تحول إلى كلب أو تحول إلى، تعال زيال، أو تحول إلى ثور. ثواني مو بس كذا، أقدر أركب الثور. امشي زياد، يلا امشي زياد واتحكم واروح اي مكان ابغى بخاصيتي اللي انا قاعد اسويها. بس باقي ما خلصت. الان طلع لك مشاهده ايجل، المواطن اذا سوى 3 مهام راح تطلع له تحت على اليسار ميزه اسمها تعود، اي تعود من الشيطان. ايجل روح عند راكان واضغط على تعود. اعوذ بالله من الشيطان. طبيعي مره ثانيه. المواطن يقدر يرجع خويه، ولكن لم انتهي. تعالوا تحت، طبعا عندنا نار يا جماعه، النار اذا دعستوا عليها الهيلث عبد ينقص. عندكم هيلث، ولكن في عندنا بوستر خاصيه اسمها اللافا. عشان ما نطول يا جماعه، اللافا اذا انضغطت راح يبدا يطلع نار من الماب. لازم كلنا نركض مع بعض الان ونروح. وين نروح؟ الكافيتيريا. في حال انك ما رحت الكافيتيريا راح تموت. لازم نجتمع كلنا هنا وما تقدر تضرب اجتماع. في اشياء ثانيه يا اخوان، ما راح اقولها، انتم تشوفونها مع الوقت. ولكن زبده الكلام ان تستمتعوا بالطور، انبسطوا، باقي خلاص بتشوفونها. عزيزي المشاهد اللي قاعد تشوفه هذا سياخذ مننا وقت، لكن عشانكم يا جماعه الخير والله العظيم ان اقل شيء نقدمه لكم. فدعمكم بالكلام وباللايكات والافكار حقتكم، ترى هذه افكاركم، اكتبوها لنا تحت. واذا ما انت مشترك اشترك في القناه. وعلى طار الافكار والاشياء الجباره اللي جايه يا جماعه، حاب اقول لكم انها جايتكم لعبه على الجوال يا اخوان بتونسكم. واخيرا نقدر نقول ايبكس ليجندز موبايل نزلت لكم على الجوالات، على الاي او اس وعلى الاندرويد. ومين ما يعرف اللعبه هذه؟ Eyes up, rookie. Flying into the real deal here. Looks like the game is changing. I love new things. Want to advise? اللعبة صار يمديك تلعبها على الجوال باتل رويال او تلعب طور التختيم انت واخوياك. خرائط جديدة، سكنات، باتل باس، كلهم نزيها لكم بالجوال. وهذه المناسبة اضافوا لكم شخصية اسمها فيد حصرية فقط على الجوال، وحاطين لكم يا جماعة احداث خاصة وخرائط جديدة وكلاسيكية. وفوق هذا كل اللعبة مترجمة لكم بالكامل بالعربي. الحلو يا جماعة ان نظام اللعب صار سريع على الجوال، يعني اذا جيت تلعب على جوالك تحس انه في سلاسة. يعني اللعبة مهيئينها لكم على الجوالات. راح احط لكم رابط تحميل اللعبة تحت بالوصف، وايضا الديسكورد العربي الخاص باللعبة. عندك استفسار، تبي تعرف اشياء، راح يردون عليك عن طريق الديسكورد حقهم تحت بالوصف. ورابط اللعبة تراها مجانية تحت بالوصف، ادخل عن طريق الرابط وعليك بالعافية واستمتع. يلا عادي.
طيب الكامات شغاله فيها واحد لو اسوي مهام يا جماعه ابى اقدر اني اسوي خاصيه التعود اني ارجع المواطنين طبيعيين. طيب ايجل ورامي يسار مهامي كويسه اتوقع يمدينا نفوز بالمهام يا جماعه والله. اوكي كهرب طفت. لا 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 يا اخي العاد الليل افتح. طيب يا اخي افتح يلعن. طب لافا 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 ارجع بسرعه كافيتيريا على طول كافيتيريا على طول. اوكي بودي زياد ايجل بودي زياد ايجل بودي زياد ايجل بودي زياد ايجل جاسر راكان اتوس مين بقى معلو معلو شكله معلو يا عيال. يا عيال اوبا زياد عندي سؤال عندي سؤال رامي ما تعرف يا جماعه الاجتماع سوى اجتماع جاسر انا اي انا عندي شيء تمام حلو انا الكلم في بقره من ثور انا 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 البقره انا البقره اي انا تعبت منه ما ادري ايش سوى زي كذا انا ياسر انت رجعتني انا رجعتك حمار ايوه قد الحقرة كان مو راضي يرجعني قد الحقرة كان مو راضي يرجعني طيب طيب صبر ركان ميت ايش تبي تتكلم ركان ميت طيب اوكي انا شفت شيء جاسر انا شفت شيء تمام يوم احنا بالكافيتيريا الشيطان جاء عندنا وكان إيه؟ ايجل موجود وكان بودي موجود وكان عزوز اللي هو تمس موجود وكان معلو 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 اي فمين بقى بودي معلو معلو يا عيال دقيقه انا برا معلو ابو شاي معلو انا تعودت عليه كذاب إيه الشخص الوحيد اللي كان ناقص كان جاسر يا عيال صلوا على محمد صلوا على يا عيال وقف يا عيال احسن لي سب نفسي بتكلم يوم الشيطان كان راكبني الشيطان كان راكبك طيب شكله غلط يعني غلط والله ما تذكر طيب تذكر شفت جاسر وشفت ارارك طيب اصبر تذكروا يا جماعه الخير ان الشيطان يقدر يتحول الى حيوان يقدر انه يصير يتكرر يصير اكثر من واحد فلا نصدم يا عيال فكروا ان في واحد يوسوس لنا فلن نصدم بعض السلام عليكم طيب انا يا عيال خايف من حاجه واحده ان العيال تصدم ببعض لان الامبوستر يمديه يرجع يمديه يحول واحد الى شيطان ثاني بس انا معي تعوذ اوكي المهام لازم يسوون مهام لازم اوه طفت كهرب اوكي ها الشيطان موجود ايجل مواطن ايجل مواطن الله لا يوفقه الله لا يوفقه رجعوني طبيعي رجعوني يا عيال رجعوني الله يسعد امك رجعت ابي بري زياد تمت اهانتي بالراوند هذا تمت اهانتي صرت بقرح والله ما اسمح احمد ابي بري عزوز اللي اسمه هوتموس تمام حلو ببري ايجل اشوف احمد باقي رومكس معلو بري بودي معلو ليه بري معلو ليه بري معلو وانا طالع شفته وانا طالع شفته ايوه يا سلام انا ودخل عليك وانا طالع شفته اوكي معلو بري اجل تمام انا اثق فيك عزوز باقي جاسر رومكس بودي انا وجاسر يسار جاسر انت كنت يسار معك بودي انا طلعت مع جاسر لا ما كنت معي انت ما شفناك طيب رومكس الكل شايف بعض ما عدا انت ابيك تعلمني حاجه انا كنت مع مين مين مع جاسر كنت يسار وينك رومكس اتوقع انك كنت راكبني بالثور قاعد تتمشى خذ تصوير خذ هذه شكلك كنت قاعد تتمشى بالثور بالبقره جاسر كان معك والله اعلم لا ارجع يا رب كذاب يا عيال مخ رومكس يا كذاب يا عيال هو الشيطان يا عيال والله طفى مخي انت ما ادري ايش اسوي والله ما ادري ايش اسوي ما ادري اروح يلا يا شيخ يلا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام اوكي الشيطان اسوي مهام ما علي بحد وين البطاقه اسوي الاسلاك اتكهرب على السريع لازم العب فيهم لعبه اسوي مهام واعطيه وضعيه طبيعيه طفي الكهرب تحول شيطان الان ايش بسوي فيه انا اقول لكم ايش بسوي فيه مايند كنترول زياد واحد زياد الاسود صح جاسر سوي
نفسي طبيعي وقف إلى جنبه بس بشككم بعض. حلو، سوينا داونلود، سوينا التاسك، عندي تعود ابي اشوف اي حيوان عيل وانقذه. عيال جاسر بنت قدامي. لا لا مستحيل 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 مستحيل. واحد يتحكم فيه صدقني، واحد يتحكم فيه. مية بالمية مية بالمية. إذا قدام عينك، إذا قدام عينك واحد مية بالمية، واحد مية بالمية يتحكم فيه. مستحيل. واحد قاعد يترول، فمية بالمية إنه واحد يتحكم. أجل مستحيل يكون ركان، لأن ركان كان جنبه. ركان جنبي. طيب جاسر عندي سؤال، ليه ما ضربت اجتماع يوم واحد تحول بعقلك؟ رمكت قدامي، رمكت قدامي كان قدامي. لا أنا خليته شوي كان يمديك تسبقني. ممكن. عادي عادي عادي. طيب سكيب مو مشكلة، سسة خفيفة سسة خفيفة عليك. نحول العيال الى حيوانات. لا 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 حيوانات لا 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 في كلب في كلب. كيف اساعدك انا؟ ايوه يا سلام عليك يا بابا. الله يهزك زياد، الله يهزك زياد، الله يهزك زياد، الله يهزك زياد. انقفض انقفض، الحمار تحول. رومكس شباب شباب بينهم شباب بينهم شباب بينهم. يتحكم فيني يتحكم فيني مبارا. لا لا يا ظلمي حول جاسر لكن ومن اللي قاعد يتحكم. يا مرع يا اخي اقسم بالله انا مرع. حول واحد ثاني شيطان يخرب بيته يخرب بيته. قاعد يتحكم فيني وحول واحد ثاني وحول واحد شيطان. يا مو طبيعي ده. الكهرب طافية ما شافوني ما شافوني. الآن إذا دخلوا الكافيتيريا يصلحون، بقفل الباب وشغل اللافا. قفل السرج، قفل الكافيتيريا. بدأت حريات شوي. يا عيل بحياتي مخي ما صار كذا فاضي. طيب أبو شايع تسمح لي كلمتين بس. أسمح لك بس بعد. جاسر وإس إكس بي إن توب بريئين تمام. طيب أوكي أنا برد على. أنا بقول لكم يا عيال اللي شفته قبل شوي. اللي قبل شوي اللي قبل شوي صار قدام عيني. أيوة. قدام عيني جاسر تحول الى كلب صح، وراكان انت كنت واقف على اللافا وما صار شيء، بعدها حولت قدامي الى شيطان. يا انك غبي تحولت شيطان بالغلط، يا انك امبوستر وغبي بعد ما ادري صراحه. لا لا لكن يشك فيك. لا 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 هو حولني انا حولني انا هو حولني انا شيطان. حول قدامك. لا لا كيف حولك شيطان؟ انت كلب قدامي. يا احمد 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 هو جاسر تحول تمام، وانا تعودت منه ورجع رجع تحول فجاه هو شيطان. شلون ما واحده من الاثنين يا جاسر يا ما ادري هو جاسر. لا 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 الامبوستر ذكي. لا لا الامبوستر مو ذكي، الامبوستر غبي. الامبوستر غبي. صبر صبر الامبوستر غبي وانا شاك براكان الصراحه، فانا بحط فصي على راسه. احمد 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 انا مخي راح. الامبوستر يقدر يخليني شيطان. يب يمدي يخليك شيطان. من بعيد ولا قريب احمد؟ من قريب من قريب من قريب. هو صوت راكان. اي راكان 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 يا عيال. دقيقه من قريب من قريب ممتاز من قريب من اول تحويله وركان هو جنبي يا يب 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 ركان ركان يا عيال والله قاعدين. يلا قول قول يلا قول. صبر خليك تكلم. جاسر يا عيال الحمار حول نفسه سلق البقرة وسوي بيبعد عنه الشبهات، فجأة بالغلط تحول شيطان. وشلون هذا مو انت هو يا عيال يا عيال يا عيال. لا لحظة 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 ركان ركان انت تقول اول مرة كان جاسر جنبك صح؟ يا عيال جاسر يا جاسر يا جاسر جاسر يا جاسر تقولي جاسر تقولي جاسر جاسر مني مو جاسر يا جاسر يا ركان. واحد منهم جاسر ولا ركان؟ ابوي انا تابع الكاميرات ارقام جاسر يا عيال شكله بالحق يا حمار.
الله ياخذك. 100% جاسر 100% جاسر الشيطان الرجيم. يا سلام انا الشيطان انا الشيطان انا الشيطان انا الشيطان انا الشيطان انا الشيطان. هو اللي عمره بلاف الان بقفل عليهم الكافيتيريا. لا ما نقفل الكافيتيريا بقفل الكتب. او شيت او شيت نحشة. في جثة مختفية ضغط عليها بس ار توريك. اجل ايجل احترق ايجل احترق ايجل احترق. اوكي طيب جاسر قبل نسوي اي شيء قبل نسوي اي شيء الان صارت جثتين باللافة تمام ضف الكهرب واشتغلت. التحويلة الثانية انا كان فيه كثار اصلا عندنا بس الاولى جنبي ركان بالضبط. بعدين انت متاكد احمد انا كنت متأكد. بودي بودي ركز معي انا اذا بضمن احد الراوند هذا ابى اضمن بودي لانه حول قدامي رجع قدامي جاسر الى مواطن بعدين فجاه ركان تحول لشيطان فالشيطان ما يمدي يحول يا عيال الا اذا كان جنب الشخص زواني. فهو يا 60% جاسر متاكد ايوه ايوه يا بودي انا شيطان انا بالراوند الثاني رومكس حول ركان ورجعه ليش ما تكلمت يا رومكس بالراوند اللي قبل يا عيال نسوي فلاش باك حبه معلش نسوي فلاش باك حبه يا عيال خلنا نسوي جاسر في البدايه كان جنب راكان ودخل فنت قدامه وجاسر ما سوى اجتماع ورومكس كان شاهد على هذا الشيء صح يا رومكس صح لكن لو نفكر لو نفكر فيها شوي جاسر مستحيل يا عيال انه يكون من اول راوند يبين انه امبوستر ويسوي حركات غبيه فانا ما اشك فيه الصدق الصدق وبكون يعني واضح معاكم انا شاك امانه بودي والله انك تخوف يا بودي مره طيب خلنا اقول لك زياد يمكننا بالستوريج ايه اربعه وتحول جاسر وانا رجعته ورجع تحول يمديك يمديك انا وزياد وراكان انا وزياد وراكان يا احمد كنا فيه اذا صوت على وجاسر طيب وجاسر هو اللي تحول دقيقة فلاش باك يا عيال يوم دخل الفنت جاسر في يعني في احد يتحكم فيه بالاساس صح إيه؟ ليه ما انبسط يوم سوينا ريبورت وانقذتوني وما ادري ايه يب هذا كان سوس عليه بس غريب يا زياد غريب سكت يا اخوان خلنا نصوت على هذه لا 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 خسرنا ركان لا نخسر كمان يا الله بودي ليش متسكت ما سكت انا صوت عليه ولا سوى جاسر انت هو لا شت يا عيال اللعبه تصدع عيال اللعبه تصدع اللعبه تصدع هدوا مهام مهام هذه طيبة مرة! شوفوا الحركة اللي بيسويها الآن. شوفوا الحركة اللي بيسويها الآن ها؟ ألو؟ طيب انا مسوي اجتماع تمام انا مسوي اجتماع ركزوا معي بالكلام اللي بقوله الان تمام اللي صار الراوند هذا كالاتي اول ما اشتغلت الكهرب يا جماعه تحكم فيني واحد تمام دخلني الفنت وطلعني مع البيت بي مع الادمن ورجعني على الفنت لاقصى اليمين طلعني ومشاني لين النار ورومكس كان يشوفني قدام عينه فانا ضامن رومكس 100% نزلني تحت لين النار وصل هيلي 25 ومفك مني التحكم وقلت اطلع من النار على اغرمك وبدل الضايع صوتي ما يروح من الصياح في اللحظات هذه رومكس كان جنبي رومكس مضمون 100% مواطن ما عليه غبار اضمن 100% رامي يجي من فوق ابغى واحد فيكم هل شفتوا رامي وابغى الشخص اللي يصلح انا بالكامات ممتاز. انا بالكامات يا احمد أوكي. انا بالكامات علمني تمام شفت زياد جاي من الكافيتيريا على المدبي شفته كنت نازل وشفت رومكس يوم قابلك وشفت... اذا انت بالكامات وشايف رومكس وشايفني وتقول انك انت زياد انت اللي مصلح الالكتريك لا من اللي صلح الالكتريك على المدبي انا مصلح انا طيب زياد وين كنت كنت جاي من الكافيتيريا على الكامات طيب زياد بودي شايف زياد يب شفته طيب رامي شايفه بالكامات يتحرك انا الوحيد رامي انا بس شفت رومكس وشونغ بس رامي يوم انك صلحت دقيقه لا ثواني يا زياد رامي يوم انك صلحت مين انا جارتنا اجت صلحت الكهرباء ما اقول لكم انا صلحت بالله يا رامي يوم صلحت انا نزلت لجهه الشيلد صح يمين يب شايف احمد يوم انك انت نازل من هناك شايف رامي سكب 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 والله جاني رو احمد سؤال واحد سريع ها الشخصيات تقدر تختفي الامبوس يقدر يختفي لا ما يحول الناس لا ما يمدي يختفي طيب الان اللي صار انه انا لازم افتك من بودي او لازم اخلي بودي يضمني تمام
طيب الان رمكس كتبته معي بصف شوي خليته يعني يحس بالسيناريو سويته. ابى اسوي حركه لو اقدر اجمع العيال كلهم بالري اكثر واشغل اللافا عليهم يمديني انهي الجيم. بودي طارحني بنسبه كبيره، ابى احاول اسوي الحركه هذه. طيب شغل الري اكثر. طيب رومكس ليه ما تكلم عن راكان بالبدايه؟ وش ذا الصداع؟ ليه الجيم كذا؟ ليه مصدعين العيال؟ الرجيم تعالوا صلحوا وروني ايش بتسوون. انبح يا زياد انبح. لا نصرك نصرك. طيب ما اقدر اسوي شيء. تعال خليك ثور. لازم تصلح يا الله. ما خلصت. خذوا لافا. والله ما خلصت، والله ما خلصت. اليوم فوزي انا واقفل عليكم البيبان. فوز ما انتم فايزين، الفوز من نصيبي. انبح انبح الفوز. اقسم بالله الحركه قويه مره. سويت خطه للتحويل. الضربات القاضيه كلها بالاخير. شلون انت جاسر يا ابو شايع عند الميد باي وفي واحد عند الكافيتيريا متحول شيطان؟ عشان كذا انا بريتكم. لاني انا محول واحد شيطان غيري. محول واحد شيطان غيري. يلا يا الحظ يلا يا رب يا رب. صبرك يا رب. طيب ما في مشكله ما في مشكله ما في مشكله. طيب انا 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 من في النار. اول شيء ما ادعس النار، النار هي اللي تذبحني. القاتل ما يمدي يذبح ذبحات عاديه، لازم انه يستخدمنا، لازم انه يحولنا او انه يدفنا على اللافا عشان نموت. عندنا هيل ولازم اسوي مهام عشان اقدر ارجع المواطنين الى الحيوانات الى مواطنين. ممتاز ممتاز. اهم شيء الكرامه، ما نتحول الى كلب والامور طيبه. انا من في النار. لا 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 يا سلام. هذا تحول من أوله يا ابن الذين. تعال انت خذ راح كذا تاز. طيب هذه مهمة تمام. روح لي أفتر. ودي أمسك الكامات على السريع عيال. أسي طلعني أسي طلعني. لا 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 يا شيطان. اجدل عليهم. واحد رجعنا. طيب ايش فيكم تلعق ورانا؟ ابيج 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 ابيج. الو راكان مر من هنا. اللي وقف عند النار عليه سوس. العالم متحوله العالم حيوانات. لازم اسوي مهام عشان ارجعهم طبيعي. اوكي. طيب دقيقة دقيقة. راكان مع الوسياد. يا الله ما اقدر ارجعك والله ما اقدر يا اكثر. طيب لازم ارجع الكلب طبيعي. لازم ايوه. لا برجع لهم علشان ما يشكون بزيادة خليك. لأن ما أقدر نبري أحد لأن البوستر يمكننا رجع مواطن مرة ثانية. فما عندي سوس على أي أحد. بودي يمشي على النار. ما مشي على النار في اللمة هذه. يا رب بطلع يتعود. طيب خلنا نشوف في أحد متحول ولا شيء نتعود عليه. هاي هاي لا لا يقطع. Let's go. قتلت الأول. اوكي عندي تعود برجعهم انا الطبيعي. وينهم؟ تعال رامي مواطن. اوكي السلام عليكم ورحمة الله. كلمات يا عيال تكلم اللي مصوت يتكلم. انا اللي صوت. السلام عليكم. السكس بي كان شيطان وتحول قدامي قدام عيني. كان شيطان وراي. انا
ايه انت كنت شيطان وراي جاي وراي وانا داخل على جهه الكافيتيريا. طيب ابغى ارد عليه يا عيال يا عيال الله يخليكم ابغى ارد عليه الله يخليكم. اعز الصلاة على محمد. ايش اسم المود هذا؟ طيب 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 ايش اسم المود هذا؟ ايش اسم المود هذا؟ شيطان. ايش شيطان يعني؟ ايش يعني كذاب لعاب خسيس نصاب؟ ممتاز ممتاز. ايش شيطان انا ادري. لا لا والله من عزوز انا ادري انا ادري بس حرام من اول راوند ما تخليني ارد. خليني ارد يا عيال عشان ما انغب من بنتي. طيب رد رد يا عيال. الامبوستر الامبوستر يقدر يتحول الى اشكالنا ويقدر يحول شيطان ثاني. عزوز لا تستعجل وانا ابغى اكمل. طيب ما خليك ترد الان. بخليك ترد رامي رد الان تكلم. ايش سويت انا؟ رد. وشو 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 انا فكرت صبر اقول لك انا امشي قدامكم وانا ثور ولا واحد منكم رجعني طبيعي الا انا رجعته يا عيال انا رجعت رامي. والله انها شيطاننا خبيث ما في شيطان الا واحد. يا عيال مو فنا يا عيال ايجل مات وما حد حقق على جثته. الله يصلحكم يا عيال. طيب المود 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 مره صعب نطلع الامبوستر العيال تصديق. رامي انا ضامن تمام رامي انا ضامنه. طيب الان راحت من عندي تعود ما عاد اقدر ارجع مواطنين. النار نار 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 قاعد انسى. تعال يا معلم والله يا معلم لا 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 اتحرك اتحرك. الو لا يا شيخ رامي مات عزوز ورامي ماتوا. طيب يا عيال يا عيال بقول لكم ايش اللي صار. اول شيء هذا ريبورت جثه رامي اللي صار والله قاعد اسوي تاسك عارف نافيجيشن اقصى اليمين حلو وفي نار عند مهمه الاسلاك فرامي الحمار راح عند مهمه الاسلاك ذي وفتح الظاهر الكهرب ونسي انه قاعد يحترق واحترق قدامه وتوفى. انا اوافقك الراي 200% وانا كنت يعني شاهد في الحادثه. شاهد على الشيء ذا. طيب يعني رامي مات من النار اوكي رام هذا شيء ما يفيد. السلام عليكم. لا 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 دقيقه دقيقه يا دوينك ما اشوفك زياد. بودي بودي انا احمد احمد لما يكون الشيطان متحكم في ثواني 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 احمد احمد ابيك تفكر معي ثواني زياد احمد ابيك تفكر معي. شفت الراوند الاول؟ ايوه. منك كنت بالكامات انت؟ ايوه. وابليس كان الشيطان ذاك معنا في الكافيتيريا. ايوه. كانوا في سليقا وثور. ايوه. كنا انا ومعلو وهوت مدري هوت مدري ايش اسمه ذا. أيوة. وجاسر اربعه. اوكي. حلو؟ زايد الثور وزايد سليقا وانت بالكامات ثمانيه. ثمانيه. في اثنين غايبين منهم اثنين. زياد وجاسر ركان ترى هو اللي رجع زياد زياد ومين زياد ومين زياد ومين كان مع ما اذكر ما اذكر بالضبط. انا ومعلو جاسر وهوتموس مدري هوتموس هذول كانوا موجودين. رومكس ولا قاعد يسوقها عليكم. المشكله ان احنا ما نقدر نحكم يا عيال اذا شفنا الامبوستر اذا شفنا الشيطان متحول ويلحقنا ترى ممكن ان في شخص محول شخص فما نقدر نحكم هذا الشيء. نقدر نحكم بحاجه واحده فقط اذا طرحنا الشيطان راكب ثور او حول واحد قدام عيننا هنا طرحنا امه مسكناه او انه وقف فوق نار وما مات وما تحرك. المواطن اللي وقف فوق نار وما صار شيء امبوستر. بودي صدق ما اظن مره بودي ما اظن مره لان بودي في العاده ينبرش علي يا اخي ما حبيت انه ما انبرش علي. بودي في اي سلسله العبها لا مو دائما يكون ضدي لانه يفكر مخه اوكي بدي اتعود. فبودي رجع الان وراكان غريب مره ما شفته وقف عند ولا مهمه. ملي قلبي من عذابك صوتي اتعب هالانين. طيب وش الخطه يا زياد وش الخطه يا زياد وش الخطه يا زياد وش الخطه يا زياد. طلع اذبحني اذبحني زياد اذبحني طلع والله العظيم اني عرفت اقسم بالله. مين الناس اللي ما اشوفه؟ رومكس اشوفه، بودي واقف، مو قاعد يسوي مهام، راكان ماسك الكامات معاي، هذولي اربعه يتحركون بالماء، تمام؟ تمام، لازم نطرحه بهذه الطريقه، لما اقدر نطرحه بهذه الطريقه مصيبه. طيب، جاسر يتحرك شفته طالع من الالكتريك اموره طيبه الى الان، وشي تمام معاه ينبعد. زياد ما اشوفه يا عيال. زياد وين زياد؟ زياد وينه؟
زياد ما اشوفه من بدايه الجيم. اقسم بالله اني عرفت. الله لا يوفقك يا زياد، الله لا يوفقك يا زياد، والله اني دريت. تكفى يا زياد، بيعذبني بيعذبني ابن الذين امنوا. يا الله كانوا عندي طلع عندي راح سيريا. معلوم والله نو والله نو والله نو. ياسر بودي يحبون بعض ركان. وينه لوفا؟ لوفا لوفا بموت. يا عيال يا اخي لا تضرب وجسره. شلون معلومات دون ما تعلو؟ دي 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 شلون شو ما تعلو؟ ما ادري قدامي قدامي طلع من فنتي عيال هو يتكلمون بوستر مين. لا اصبر 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 اصبر، ابيك تعطيني بالضبط قبل كم ثانيه طلع من الفنت. بسرعه علمني قبل الريبورت. ثلاث ثواني. ثلاث ثواني طيب قبل الريبورت. صبر 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 صبر، انت وين كنت؟ وين كان موقعك؟ موقعك وين كان؟ انا كمات كمات على طول بلغ على طول. ايوه يعني يوم شطفتني صح؟ يعني يوم شطفتني كان طالع من البنت. تمام انا بقول لكم، ابغى اقول لكم التحليل اللي ببالي. انتوا بودي كنتوا ماسكين سراويل بعض طالعين على فوق صح ولا لا؟ يب. معناته ان انتوا الاثنين ضامنين بعض. الشيء الثاني مصبوط. انا يوم اني جاي من اقصى من 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 الادمن قابلت روميكس طالع من الميد باي. ممتاز طالع من طالع من الميد باي ضامن روميكس اللي كان موجود. الامبوستر ايش سوى؟ دام ان معلومات معناته ان الامبوستر اللي هو الشيطان تحكم بعقل معلو وراح قدامكم بحركه غبيه دخل البنت وطلع من البنت عشان تحطوا سوس عليه لكنه ما تذبحه. فمين بقى عندنا؟ الامبوستر سوى ذي الحركه بدون ما يتحرك. باقي عندنا لا باقي عندنا زياد، باقي عندنا راكان. زياد وراكان وباقي انت يا احمد. صبر انا شافوني العيال، انا شافوني قدامهم، انا شافوني انا شافوني قدامهم. شافني روميكس وشافني بودي وشافني جاسر. شايفيني عيال صح؟ باقي عندنا زياد وباقي عندنا ركان. ركان كنت ماسك الكاميرات قبل تقريبا 30 ثانيه وبعدها وين رحت؟ علمني مكانك سريع. جاسر يشهد اني الى الان شفت نزل قدامك. نزل ممتاز نزل. باقي عندنا باقي عندنا زياد. زياد وين مكانك؟ حلو. طول المبه شفتك. علمني وبرر يلا. ممتاز طيب انا ابرر لك. لا انا كنت ابد بالكافيتيريا سويت حق زباله ثم سويت الداونلود اول ما قبل الريبورت. وين مكانك؟ قبل الريبورت وين مكانك؟ هذا قبل ابد ابد بالكافيتيريا فوق عند شو اسمه. طيب يا زياد انت تقول انك بالكافيتيريا على عيني وراسي بس إيه. انا بقول كلمه واحده، اذا العيال انتوا واثقين فيني اسمعوا الكلمه اللي بقولها الان قبل الوقت ما ينتهي. ما بقى وقت. انا يوم طلعت يوم قابلتكم من جهه الابر انجن كنت من وين جاي يا بودي وجاسر؟ جاي من وين؟ من الكافيتيريا. معناته اني ما راح اكذب. انا يوم كنت بالكافيتيريا ما شفت زياد، شفت معلو نازل لي من فوق وبعدها رحت على طول عندكم. فمعناته ان زياد تحكم بعقل معلو. هذا الشيء الوحيد اللي اقدر اقوله. ليش قلت زياد؟ انكم كلكم كنتوا تتحركون، لكن الامبوستر اللي تحكم بعقل واحد فهو يختفي من الماب. اذا اختفى من الماب ما يطلع قدامنا. بري زياد. زياد كان مختفي. بري زياد. طيب صوتها لا بيعيل. شوف ركزوا معي. بعد شوي بينضحك عليكم زي كالعاده. هطوف ينساك شيطان يوسوس فيكم. صوتوا علي يا عيال. يا عيال لا نطولها والله بيفوز. يا عيال احمد يا عيال لا نطولها بيفوز. اسمع اسمع يرحم امكم يا عيال قاعدين تطولها. يا اخي روق لين نطلع. سووا مهامكم سووا مهامكم. الزبده اذا مت انا زياد اوكي. انا علمتكم اللي عندي يا ابوي 100% بعد دي والله حرام اقسم بالله قاعدين نطول مره. تعال حياك الله. هلا والله مرحبا كيف الحال؟ خلني ادور لي نار خلني ادور لي نار خلني ادور لي نار ما حد يعرف عنها. حلو هذه هنا هنا في نار هنا في نار. تعال احمد تعال تعال تعال, تعال. بودي واثق فيه. بودي والله اني مرتاح وبودي موجود. والله بودي موجود اني مرتاح. ما وقف سوى ولا مهمه قاعد يمشي طول اليوم. كيف هذا مواطن؟ والله اني قايل يا عيال بودي شافه بودي شافه بودي شافه. لا لا انت كفيني دفون مات جاسر اشتباه جاسر. هلا الو وش على وجهك انت؟ اسمع
مو بني يا حمار، يا حمار يا غبي، يا حمار يا غبي، لا 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 يلا يلا يا شيخ، والله اني قايل لكم يا ركال يا الجلطة، حتى زياد مفوت عليك. عميد ركز معي كذا، انا اتحكم فيك وديك للنار تسمع. اتمنى استمتعتوا بالمقطع، لا تنسونا باللايك والاشتراك، اكتبوا لنا افكار تحت، والله لا يهينكم يا جماعة، اللي مو مشترك يشترك بالقناة، ولا تنسون الكود اللي تاخذه. استكسبي يا جماعة، صلوا على محمد، ناموا عليكم.